السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد بخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية المرحلة الرابعة الموسم الدراسي 2020-2021. إن شاء الله هذا الفرض غادي يكون خاص بمادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نديرو فرض من فروض المراقبه المستمره ماده الرياضيات. عندي مجموعه من المجالات، اربعه ديال المجالات الرئيسيه. المجال الرئيسي رقم واحد اللي هو انشطه العد والحساب، المجال الرئيسي رقم اثنان انشطه القياس، المجال الرئيسي رقم ثلاثه انشطه الهندسه، والمجال الرئيسي رقم اربعه هو انشطه المعطيات والبيانات. مزيان، اذا غنبداو اولا بالمجال الرئيسي الاول انشطه العد والحساب وعليه 20 نقطه. اذا كما كنتبهوا بانه هذا الفرض على 40 نقطه. صافي مزيان، اذا نبداو بالمجال الرئيسي الاول، فيه ضع وانجز ما يلي. اذا بما انه درسنا في هذه الوحدات الاخيره الاعداد الصحيحه الضرب، اذا جميع العمليات خاصين بالضرب. اذا عندي 325 مضروبه في 76، اذا غادي نوضعها عموديا ثم سانجزها. 325 في ماذا؟ في 76. ها هي، وانجزها. 6 في 5 30، اكتب 0 واحتفظ ب3. 6 في 2 كم يساوي؟ يساوي 12، زائد 3 15، اكتب 5 واحتفظ ب1. ها هي، 6 في 3 18، زائد 1 19، اكتبها كاملة. اضع نقطة هنا عند الانتقال. 7 في 5 35، اكتب 5 واحتفظ ب3. 7 في 2 14، زائد 3 17، اكتب 7 واحتفظ ب1. 7 في 3 21، زائد 1 22. ها هي، ثم سأنجز عملية الجمع. مزيان، إذا هنا 0، 5 زائد 5 يساوي 10، اكتب 0 احتفظ ب1. 1 زائد 9 10 زائد 7 17، اكتب 7 احتفظ ب1. 1 زائد 1 2، 2 زائد 2 4، وهنا 2. إذا الجواب هو 24700. دوزو العملية الثانية، 2425 ضربها في 232. 2 في 5 10، اكتب 0 احتفظ ب1. 2 في 2 4 زائد 1 5. 2 في 4 8. 2 في 2 4، ضع نقطة. 3 في 5 15، اكتب 5 احتفظ ب1. 3 في 2 يساوي 6 زائد 1 7. 3 في 4 12، اكتب 2 احتفظ ب1. 3 في 2 6، زائد 1 7، عفوا. اضع نقطة هنا. 2 في 5 10، اكتب 0 احتفظ ب1. 2 في 2 4 زائد 1 5. 2 في 4 8. 2 في 2 4، وغندير عملية الجمع. هنا 0، هنا 10، اكتب 0 احتفظ ب1. هنايا 9 زائد 7 16، اكتب 6 احتفظ ب1. هنا 6 زائد 1 7 زائد 5، اللي هي 13، وبين 12، اكتب 2 احتفظ ب1. هنايا 16، هنا 5، 562600، هذا هو الجواب الصحيح. إذا هنايا عندي 586، غادي نضربها في 405. إذا 5 في 6 30، اكتب 0 احتفظ ب3. 5 في 8 40 زائد 3 43، اكتب 3 احتفظ ب4. 5 في 5 25 زائد 4 29، أضع نقطة هنا. 0 0 0 نقطة. 4 في 6 24، اكتب 4 احتفظ ب2. 4 في 8 يساوي 32 زائد 2 34. 4 في 5 يساوي 20 زائد 3 23، ومن بعد كنجمع الجمع. إذن هنا 0، هنا 3، هنا 13، هنا 7، هنا 3، وهنا 2. صافي، إذن الجواب الصحيح هو هذا، 237330. صافي، إذا هكا كتنجز عمليات الضرب. ندوزو الآن إلى السؤال الثاني، وهذا السؤال متعلق بالأعداد الكسرية. صافي، بالضرب والقسمة ديال الأعداد الكسرية. مزيان، هنا عندنا الضرب، الضرب ديال الأعداد الكسرية سهل جدا. إذا لإنجاز ضرب عددين كسريين، أضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا هنايا 3 هو البسط، وهنا 2 هو البسط، غنضرب 3 في 2. إذا 3 غنضربها في 2، وهنا 4 غنضربها في 7. صافي، إذا 3 في 2 كم يساوي؟ يساوي 6، و4 في 7 يساوي 28.
صافي، اذا 6 على 28 مزيان. اذا هنايا قالوا لنا غير احسب، ممكن نوصلوا غير هنايا ونوقفوا صافي. الا قالوا لنا احسب واختزل، ديك الساعات نختزلوا. اذا هنا 4 في 3 على 8، هنا عندنا عدد صحيح طبيعي مضروب في عدد كسري. اذا هنا هذا يمكننا نرجعوه عدد كسري، غادي نديرو على 1. 4 في 3 كم يساوي؟ 4. اذا غنديرو 4 في 3، وهنا 1 في 8. 4 في 3 تساوي 12، 12 على 8. العملية الأخرى، إذا 7 على 5 مضروبة في 3 على 4، إذا 7 نضرب 7 في 3، وهنا نضرب 5 في 4. 7 في 3 يساوي 21، و5 في 4 يساوي 20. صافي، هنا عندي القسمة، 4 على 7 قسمة على 2 على 5. إذا في القسمة خصنا نستبدلو القسمة باش بالضرب. إذا القاعدة اش كتقول؟ لقسمة عدد كسري على عدد كسري أحتفظ بالكسر الأول، 4 على 7 كنحتفظ به، وأضربه، كتحول لي القسمة إلى ضرب، في مقلوب الكسر الثاني. الكسر الثاني هو 2 على 5، المقلوب ديالو هو 5 على 2، غتولي لي الضرب، الضرب ديال العددين الكسريين. إذا الضرب ديال العددين الكسريين، البسط في البسط والمقام في المقام، 4 في 5، 4 في 5. وهنا 7 في 2، 4 في 5 20، 7 في 2 14. صافي، اذا هذه هي القسمه ديال العددين الكسريين، سهله جدا. شوفوا هنا كذلك، هنايا عندي الضرب والقسمه، عندي بجوج بهم داخلين. اذا هنا عندي 1 على 6 مضروبه في 4 على 3، هادشي اللي بين قوسين غنقسمو على 5 على 4. اذا اول حاجه غادي نبدا بداكشي اللي بين قوسين، 1 في 4 على 6 في 3 مقسومه على ماذا؟ على 5 على 4 كيساوي 1 في 4 4، 4 على 6 في 3 18، 18. وغنقسمو هادشي هذا كامل على 5 على 4 صافي، نديرو تساوي. اذا هنايا غادي نحتفظو بالكسر الاول، ولا عندي القسمه 4 على 18 نحتفظ بها ونضربها فين؟ ونضربها في 4 على 5 صافي، في 4 على 5. اذا غتولي لي 4 في 4 18 في 5، 4 في 4 16، و 18 في 5 90 صافي. إذا 16 على 90 هو الجواب الصحيح. إذا هنايا كان عندي الضرب وكانت عندي كذلك القسمة، حاولت نخرج داكشي اللي بين قوسين، عاد نقسمها على 5 على 4 مفهوم. دابا غادي ندوزو للمسألة، عليها 4 ديال النقط. ثمن شراء معجم هو 136 درهم. إذا واحد المعجم، معجم المنجد اللي فيه عربية فرنسية ولا فرنسية عربية ولا العكس. ثمن شراء المعجم، هذا المعجم الثمن ديالو 136 درهم. وثمن شراء محفظة يزيد عن ثمن المعجم بمبلغ 28 درهم. الثمن ديال المحفظة كيزيد على الثمن ديال المعجم بشحال؟ ب 28 درهم. دابا السؤال هو، هل يمكن لتلميذ معه 300 درهم أن يشتريها؟ واش يمكن لواحد التلميذ عنده 300 درهم، يعني عنده 6000 ريال، أنه يشري هذه المحفظة وكذلك المعجم؟ واش يمكن؟ لأن هذا سؤال. نعم، يمكن للتلميذ أن يشتريها، يعني يشتري المحفظة وكذلك المعجم، لأن نديرو هكا، أنه عنده معجم ب 136 درهم، وعنده محفظة الثمن ديالها هو 136 درهم زائد 28. 136 درهم زائد 28 هي 164 درهم. 140 60 درهم زائد، هذه غنجمعوهم باش نشوفوا واش كتساوي 300 درهم ولا اقل. الا كانت كتساوي 300 درهم ولا اقل يمكن له يشري، والا كانت كتساوي اكثر من 300 درهم اذا ما يمكنلوش يشري. مزيان، اذا 164 زائد، هاي نديرها 164 زائد 136، 4 زائد 6 10، هنايا 6 زائد 1 7 زائد 3 10، كتب الصفحة تبيض بواحد، هنا 1 زائد 1 2 زائد 1 3 هي 300. إذا 300 درهم، 300 درهم هو عنده 300 درهم، إذا يمكن له يشري صافي. مزيان، كنكونو سالينا هاد المسألة. ندوزو الآن إلى النشاط أو المجال الرئيسي الثاني. دابا سالينا المجال الرئيسي الأول اللي عليه 20 نقطة، غادي ندوزو للمجال الرئيسي الثاني أنشطة القياس، عليه 8 ديال النقط. غادي نبداو بالسؤال الأول. نعتبر ABCD شبه منحرف، قاعدته الكبرى 5 سنتيمتر وقاعدته الصغرى 3 سنتيمتر. إذا عندنا هاد ABCD، دونك نعتبره هنا ABCD، هذا ماذا؟ شبه منحرف. القاعدة ديالو الكبرى، هاد القاعدة الكبرى AB شحال فيها؟ 5 سنتيمتر، والقاعدة الصغرى شحال فيها؟ 3 سنتيمتر. هنا كنلاحظو عندنا واحد الارتفاع، الارتفاع فيه 5 سنتيمتر صافي. مزيان، شنو كيقولوا لنا في السؤال؟ احسب مساحته بالسنتيمتر مربع، يعني غادي نحسب المساحه ديال هادشي بالمنحرف. مزيان، نحسب مساحه الشبه المنحرف. اذا المساحه ديال الشبه المنحرف كنحسبوها بهذه الطريقه، اس كتساوي
بي زائد بي مضروبة في اش على جوج. شنو هي بي؟ قاعدة صغرى زائد القاعدة الكبرى مضروبة في الارتفاع على اثنان. صافي، نديرو اس كتساوي شحال كتساوي القاعدة الصغرى؟ 3 سنتيمتر، زائد القاعدة الكبرى شحال كتساوي؟ 5 سنتيمتر. ارتفاع شحال كتساوي؟ 5 سنتيمتر على جوج. 3 زائد 5 8، 8 في 5 دونك 8 في 5 على جوج، 8 في 5 40، 40 على جوج 20. إذا S كتساوي 20 سنتيمتر مربع. صافي، هذا هو الجواب الصحيح، يعني هذه هي المساحة ديال هذا الشبه منحرف ABCD بالسنتيمتر مربع. دابا غادي ندوزو للصفحة الموالية وغادي نكملو أنشطة القياس. C'est bien. Deuxième question, enchaîne le qiyas. Calcule la mesure de l'aire colorée de la pièce suivante, sachant que les coins sont des quarts de cercle. Donc, il faut le calculer la surface du juz al-mulawwal. Juz al-mulawwal هو هذا اللي بالرمادي. غنحسبوا المساحه ديالو. صافي، علما ان شنو علما ان؟ علما ان هاد القنوته يعني لي كوين، هاد الجوانب هادو شنو كيمثلوا؟ كيمثلوا الربع، الربع ديال الدوائر. صافي، اذا هنا الربع، هنا الربع، هنا الربع، هنا الربع. الا جمعناهم اش غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا بحال واحد القرص كامل. صافي، واحد القرص كامل. شوف، لاحظ من هنا لهنا شنو هو؟ هذا هو الشعاع. من هنا لهنا شعاع، من هنا لهنا شعاع، من هنا لهنا شعاع، من هنا لهنا شعاع. دابا اول حاجه خصنا نعرفوا هذا الشكل هذا كيفاش، شنو هو هذا الشكل هذا؟ شوف، من هنا لهنا لهنا لهنا، لاحظ هنايا من هنا لهنا شحال دايرين؟ 21 سنتيمتر. من هنا لهنا 21 سنتيمتر. اذا هاد الاضلاع هادو هما كاملين متساويين. اذا شنو هو المضلع الاعتيادي اللي الاضلاع ديالهم متساويين كيكون تقيسين؟ اللي هو المربع. اذا حنا غنجاوبو بالعربيه. صافي، اذا نقولوا اولا نحسب مساحه المربع. دونك نفترضوا بان من هنا هذه ا، هذه بي، هذه سي، هذه دي، مربع ا بي سي دي. صافي، A B C D. دونك نحسب S كتساوي المربع هو A في A. إذن A شنو هي؟ هو الضلع. دونك S كتساوي هي 21 مضروبة في 21، وبالتالي S كتساوي 21 في 21 شحال كتساوي؟ هي 441. هي 441. صافي، 441 سنتيمتر مربع. علاش أنا حسبت المساحة ديال هذا المربع؟ لأنه باش نعرف المساحة ديال هذا الجزء الملون خصني نحسب المساحة ديال هذا المربع ونحسب المساحة ديال هذا الربوع بربعة بهم. واش غادي ندير؟ عملية الفرق، مساحة ديال المربع ناقص داك المساحة ديال داك الربوع، ياك، هو اللي غادي يحصل على المساحة ديال هذا الجزء الملون. صافي، ولا الشكل الملون. ثانيا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب. دونك ثانيا، بما انه هنا كاين الربع وهنا كاين الربع وهنا كاين الربع وهنا كاين الربع، الا جمعناهم غادي نحصلوا على ماذا؟ غادي نحصلوا على قرص كامل. اذا ثانيا احسبوا مساحة القرص. صافي، غنحسبوا المساحة ديال القرص. باش نحسب المساحة ديال القرص هذا، ها اللي المجموع ديالو والمربع، غادي نكون حسبت له المساحة، غادي ندير عملية الفرق. صافي، المساحة ديال القرص كيفاش كتحسب؟ اس كتساوي بي مضروبة في ماذا؟ مضروبة في اغ، في اغ الشعاع. الشعاع شحال كيساوي؟ حنا عارفين، لاحظ هنا الشعاع هو هذا، من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هذا هما الشعاعات. صافي، الا جمعناهم، اذا هنا عندي 14 وهنا انا عندي من هنا لهنا شحال كتساوي؟ من هنا لهنا شحال كتساوي كامله؟ كتساوي 21. اذا هي 21 باردون 21 ناقص 14. 21 ناقص 14 شحال كتساوي؟ كتساوي 7. اذا 7 هو ماذا؟ 7 هو القطر. دي كيساوي 7، القطر هو جوج ديال الشعاعات، يعني اخ كتساوي شحال؟ كتساوي 3.5. صافي، نعوض. اس كتساوي، اذا بي هي 3.14 مضروبه في 3.5 مضروبه في 3.5. 3.5 في 3.5 كتساوي 12.25. صافي، 12.25 غادي نضربها في 3.14. صافي، اس كتساوي 3.14 منين غادي نضربها في 12.25 شحال غتساوي لي؟ 38. انا حسبتها ديجا، 38.465 سنتيمتر مربع. صافي، هذه ماذا؟ هذه هي المساحه ديال القرص. صافي، اللي المجموع ديالو هما ديك الاربع. صافي، مزيان، اش غادي ندير دابا؟ وبالتالي هنا، وبالتالي مساحة الجزء الملون هي، إذا S ديال الجزء الملون، هي المساحة ديال المربع ناقص المساحة ديال القرص. إذا هي 441 ناقص 38.465. وبالتالي S كتساوي شحال كتساوي؟ 402.545
و35 سنتيمتر مربع. هذه هي ماذا؟ هذه هي المساحة ديال هذا الشكل الملون، صافي؟ هذا الشكل الملون بالرمادي. الآن غادي ندوزو للمجال الرئيسي الثالث اللي هو أنشطة الهندسة، صافي؟ أنشطة الهندسة خصنا أدوات هندسية. الأدوات الهندسية اللي غنستعمل المسطرة وغنستعمل الكريون، صافي؟ دونك السؤال هو أرسم مستقيمين متقاطعين. غادي نرسم واحد المستقيمين متقاطعين، ها هما غيتقاطعوا في أو، ها مستقيمين، ها واحد المستقيم، ها مستقيم آخر، صافي؟ هادو هما مستقيمين، مستقيمين يتقاطعان في أو، ها أو، مزيان. ثم أنشئ متوازي أضلاع، إذا غادي ننشأ ماذا؟ غادي ننشأ متوازي أضلاع. متوازي الأضلاع كيفاش كيكون؟ كيكون بهذه الطريقة هاد. هذا هو متوازي الأضلاع، كيكون عنده قطر هنا وقطر هنا، هما كيقولوا لنا دابا رسم هاد القطرين، صافي؟ بحيث قطريه 4 سنتيمتر، إذا هاد القطر الكبير شحال فيه؟ 4 سنتيمتر، والقطر الصغير شحال فيه؟ 3 سنتيمتر، مزيان. إذا أنا غندير هنا 3 سنتيمتر، لاحظوا معايا، دونك 3 سنتيمتر خصني نقسمها على جوج، يعني خصني النص هنا يجي لي 1.5 هنا و 1.5 هناك. إذا من صفر 1.5 خصني نديرها هنا، هنا هكذا. إذا نقطة هنا، نقطة هنا، ونقطة هنا، هي 3 سنتيمتر، صافي؟ هذا هو القطر الصغير، صافي؟ القطر الصغير، مزيان. الآن غادي ندير القطر الكبير. القطر الكبير شحال فيه؟ فيه 4 سنتيمتر، يعني جوج غادي يكون من جهة هيدا وجوج من هيدا. من صفر لإثنان، إثنان جيبها في نقطة، دونك هنا وأربعة هون، صافي؟ ها النقط ديال المتوازي الأضلاع. إذا غادي نربط هذه مع هذه، وغادي نربط هذه مع هذه، صافي؟ وهذه غربطها مع هذه، وهذه غربطها مع هذه، صافي؟ وغادي نحصل على متوازي أضلاع، غادي نحصل على متوازي أضلاع أ بي سي دي، بحيث ماذا؟ بحيث عنده القطر، قطر صغير هذايا شحال فيه؟ 3 سنتيمتر، وقطر كبير شحال فيه؟ فيه 4 سنتيمتر. وهادو ما كيتقاطعوا فين؟ كيتقاطعوا في النقطة او، صافي؟ كيتقاطعوا فين؟ في النقطة او، مزيان. الآن غادي ندوزو لآخر تمرين اللي هو كيخص المجال الرئيسي الرابع، تنظيم ومعالجة البيانات. تنظيم ومعالجة البيانات، مزيان. إذا الجدول جانبه يمثل عدد تلاميذ مدرسة حسب المستويات ذكور وإناث. إذا هذا الجدول هذا كيبين عدد التلاميذ اللي كاينين في واحد المدرسة، الإناث هنايا، الذكور هنايا، والمجموع هنا، مزيان. السؤال الأول، أحدد عدد التلاميذ الذكور في المستوى الأول. إذا التلاميذ الذين يدرسون في المستوى الأول، المستوى الأول هو هذا، التلاميذ اللي كاينين هما هادو، المجموع ديالهم هو 30، الإناث 16 والذكور 14. إذن عدد تلاميذ الذكور في المستوى الأول هو، ندير نقطتين، 14 تلميذا، 14 تلميذ ذكر، صافي. ثانيا، أحدد عدد تلاميذ الإناث. عدد تلاميذ الإناث فين؟ في المستوى الخامس. المستوى الخامس هو هذا، عدد تلاميذ المجموع هو 33، عدد الإناث هو 16، صافي. إذن عدد التلاميذ الإناث في المستوى الخامس هو 16 تلميذا، مزيان. ندوزو الآن السؤال الثالث، أحسب عدد التلاميذ الذكور. شحال غنحسبو؟ غنحسبو التلاميذ الذكور، التلاميذ الذكور في المدرسة كلها. إذا حنا عندي الإناث هما هادو، الذكور هما هادو. إذا غادي ندير 14 زائد 16 زائد 15 زائد 16 زائد 17، هذا هو المجموع، صافي. إذا عدد التلاميذ الذكور في المدرسة هو، غادي ندير، إذا غادي ندير 14 زائد 16 زائد 15 زائد 16 زائد 17، صافي. إذا العدد ديال التلاميذ الذكور في المدرسة هو 78، 78 تلميذ، صافي، 78 تلميذ. السؤال الرابع، أحسب عدد التلاميذ في المدرسة. دابا غادي نجمع التلاميذ ديال المدرسة كاملين، ماشي غير الذكور ولا عيل الإناث، غادي نجمع التلاميذ ديال المدرسة كاملين. إذا عدد التلاميذ، عدد التلاميذ في المدرسة هو، في عدد التلاميذ في المدرسة. إذا أنا عندي المجموع هنايا، الأول شحال فيه، الثاني شحال فيه، الثالث شحال فيه، الرابع شحال فيه، والخامس شحال فيه. إذا غادي نجمع 30 زائد 33 زائد 32 زائد 32 زائد 33، وبالتالي من جمعناهم الجواب هو 160 تلميذا،
160 تلميذا في هذه المؤسسة. سابيا، وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى منكم انكم تزيدوا تبارطاجيو القناة باش توصل لاكبر عدد من التلاميذ والتلميذات المستفيدين والمستفيدات. زيدوا بارطاجيو وزيدوا ديروا لايكات، زيدوا علقوا. اللي بغى الامتحان بي دي اف اما يدير النمرة ديالو في الكومنتير، وغادي نخلي لكم اللين ديال المجموعة على الواتساب باش ان شاء الله تدخلوا. كاين فروض تماك، وغادي نحط لكم اللين ديال فيديوهات ديال التصحيح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.